هبتدي معاكم بأهم عناوين حلقتنا النهارده. غدا الأهلي في مواجهة ودية مع المصرية للاتصالات. تدريبات مكثفة للاعبين في استاد التتش. كارتيرون يركز على الضربات الثابتة في التمرين. تزايد فرص سعد سمير وفتحي وعاشور في اللحاق بمباراة سطيف. المنتخب الوطني جاهز لمواجهة سوازيلاند غدا. الأهلي يحصد 70 ميدالية في بطولة بلغاريا للسباحة.